رضا السيد ويعمل الواجب الدفاعي ويقوم بدور الليبرو بشكل جيد. لمسة قفشة الاستلام خطيرة والهدف جول جول الهاتريك 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 اليوم الهاتريك اليوم لنجم النجوم كريم فؤاد الهاتريك 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 والخماسية للنادي الاهلي. محمد مجدي قفشة يلعب العرضية ثم الاستلام ثم المهارة. فين الدفاع؟ فين الدفاع؟ غايب مش موجود النهاردة في المباراة. وكريم فؤاد يسجل الهدف الخامس للنادي الاهلي ويسجل النهاردة الهاتريك لكريم فؤاد في لقاءات اليوم. بكل تأكيد 5-1 فوز كبير بأداء كبير، فوز كبير بأداء كبير. 5 النادي الاهلي بأقدام 3 لاعبين، كريم فؤاد هاتريك وهدف لكل من محمد شريف، وحكم الفار لغى الهدف قال في تسلل موجود على كريم فؤاد، تسلل موجود على كريم فؤاد.